فضيلة الشيخ، هل اليهود والنصارى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ملزمون بالدخول في الإسلام؟ لا شك، جميع البشر، جميع الجن والإنس ملزمون بالدخول بالإسلام واتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فمن لم يتبعه فهو كافر، سواء كان من اليهود أو من النصارى أو من غيرهم، من لم يتبعه فهو كافر، كافر بالله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. نعم.